الماوس ده احسن ارخص ماوس ممكن تشتريه للجيمنج، حرفيا هينقل تجربة اللعب معاك لحتة تانية خالص، وخصوصا لو انت لعيب اي سبورتس فالماوس ده يخدمك جامد قوي. الجي 102 من اكتر الماوسات اللي عليها طلب الفترة اللي فاتت، والفيديو ده هيكون مراجعة وتجربة كاملة للماوس، فمن غير رغي كتير خلينا نبدأ في الفيديو على طول. تصميم الجي 102 بسيط وينفع يتمسك بالايد اليمين والشمال، ولكن الماوس صغير فلازم تاخد بالك قبل ما تشتريه، لان انت لو ايدك كبيره مش هترتاح معاه. شخصيا انا ايدي فوق المتوسط بشويه، كنت بمسكه كلو جريب طول ما انا بلعب. لو انت ايدك صغيره شويه هتمسكه بالم جريب، والبالم جريب دي الماسكه اللي بتكون ايدك كلها مريحه على الماوس. الماوس ده يكون انسب حاجه لايد الصغيره والمتوسطه، ولو انت ايدك كبيره شويه زي ما قلنا ممكن ما يكونش مريح قوي بالنسبه لك. الماوس بيجي فيه 6 زراير ينفع تبرمجهم كلهم زي ما انت عايز من خلال السوفت وير، وهنشوف الكلام ده قدام. الزراير كلها ثابته في مكانها، مش بتتهز كده ولا بتلخلخ ولا حاجه، وصوتهم زي ما انت هتسمع كده. طبعا الماوس فيه الزرار الاساسيه اللي انت بتستخدمها في استخدامك العادي، ما فيهوش زرار اضافيه زياده، ولكن ممكن تخصص كل زرار للاستخدام اللي انت عايزه من خلال السوفت وير زي ما قلت. بالنسبه بقى لمواصفات الماوس، فالسنسور اللي في الماوس ده بيجي لحد 8000 دي بي اي، وده رقم كبير جدا ما فيش حد بيستخدمه، يعني اعلى استخدام ممكن تستخدمه هيكون حوالي 2000 2500 دي بي اي، وده كان اعلى استخدام انا شفت حد بيستخدم ماوس فيه، لان اكتر من كده الماوس بيكون سريع جدا. فبعيدا عن رقم ال 8000 ده، السنسور دقيق جدا ومش هيحصل فيه اي تهييس وانت بتستخدم الماوس. كمان الليفت اوف ديستانس اللي في الماوس ده هو 2 ملي، والليفت اوف ديستانس ده عباره عن المسافه اللي الماوس بيفضل يقرا فيها السطح اللي تحتيه بعد ما ترفعه من عليه، وطبعا كل ما المسافه دي تقل بيكون احسن. مفيش طريقه ثابته لقياس الليفت اوف ديستانس، لكن انت هتحس بيها اثناء الاستخدام، يعني وانت بتحرك الماوس بسرعه كده وبتشيل ايدك تاني من على الباد علشان ترجع الماوس في نفس المكان وتشده تاني، لو الليفت اوف ديستانس عاليه هتلاقي الماوس بيتحرك معاك في اثناء ما انت رافعه عن الباده. ولكن في الماوس ده انا ما حصلش معايا الموضوع ده خالص، وخصوصا ان انا طول الفتره اللي فاتت كنت بستخدم الجي 502 اللي هو ماوس اعلى منه بحبه حلوين. لحظة، نسيت اقول لك ان موجود عندي على الشانل مقارنة كاملة ما بين اهم اربع ماوسات من لوجيتك، الجي 102 والجي 502 والجي 305 والجي 402. لو بتفكر تشتري ماوس عموما انصحك تشوف المقارنة دي، اللينك بتاعها هيظهر دلوقتي فوق عندك في الشاشة، وهسيب لك لينك برضو تحت في الديسكريبشن. نكمل بقى الفيديو بتاعنا. وتقريبا نفس التجربة واخدها من الماوس ده، ما حسيتش معاه باي مشاكل خالص في الالعاب. البولينج ريت بتاع الماوس بيوصل ل 1000 هرتز، والفيتس بتاعت الماوس مكتوب على موقع الشركة ان هي بتستخدم لحد 250 كيلو. طبعا ده رقم كبير، يعني الماوس بقاله حوالي سنه معايا والفيتس بتاعته سليمه ما اتخربشتش حتى. كمان وزن الماوس 85 جرام، وده اللي بيخليه مميز جدا بالنسبه للناس بتحب الماوسات الخفيفه او الناس اللي بتلعب اي سبورتس، لان هو هيكون خفيف في ايدك وهتقدر تحركه بسهوله. في ناس كتير ما بتحبش الماوسات الخفيفه، وبصراحه انا منهم، ولكن احيانا وانت بتلعب بتلاقي نفسك محتاج ماوس اخف شويه علشان اللعبه بتبقى سريعه وبتبقى محتاج تحرك ايدك بسرعه. خلينا بقى ما نطولش ونخش على تجربه اللعب بالماوس ده، وحاول تجربه اللعب تكون تجربه واقعيه تماما، مش هحاول ان انا يعني اخترع، انا هحاول العب عادي خالص بالماوس واشوف الماوس هيبقى كويس معايا في اللعب ولا لا. فيلا بينا نشوف تجربه اللعب. طيب، من الالعاب اللي ممكن نختبر عليها الماوس هي سي اس جو، لان هي لعبه اي سبورتس فمحتاجه ان انت تبقى سريع وفلانكات وبتاع، فهنجرب عليها الماوس. انا دلوقتي بصور من الموبايل وهسجل ريكورد للشاشه برضه عشان تشوف وانا بلعب، والموبايل الثاني بيصور الماوس عشان برضه تشوف الماوس بيتحرك وكده. اتمنى بس يكون الصوت واضح، لان انا حاطط المايك في التيشيرت وقاعد اصلا قاعده مش مظبوطه، وموطي الصوت على الاخر علشان اسمع، علشان قصدي الصوت ما يطلعش في المايك. هحاول اعلي الصوت شويه بقى، مش مشكله لو الصوت طلع في المايك، بس المهم ان اللعبه تبقى باينه، المهم ان انا اعرف العب زي ما انتوا شايفين. طيب، هو الماوس زي ما انت شايف يعني دقيق معايا، مش ما بيجريش مني ولا اي حاجه، عارف اتحكم فيه كويس، بس المشكله ان انا مش عارف العب علشان انا مش قاعد قاعده مريحه بصراحه. هو الماوس بيتحرك معايا بسهوله خالص، الليفت اوف ديستانس مش حاسس بيها، مفيش اي حاجه مضايقاني، يعني انا لما بغير بيغير معايا عادي خالص. برضو عامل زرار الدي بي اي شيفت ده، عامله في لعبه سي اس جو اللي هو الزرار بتاع الفورورد اللي هو في جنب الماوس، مخليه بيبطئ سرعه الماوس لما بدوس عليها علشان اعرف اثبت الايم بتاعي وكده، ده يفيدك اكتر لو انت بتلعب سنايبر او كده. طيب، هو الجيم خلص زي ما انت شايف، خلينا نخش على اللعبه اللي بعديها. طيب، تاني لعبه هنلعبها هي وور ثاندر. اللعبه دي برضو بحتاج فيها سرعه في الماوس وكده، فبالذات في المود بتاع الطيارات، فهنجرب دلوقتي مع بعض ونشوف اللي هيحصل. طبعا انا مستوايا في اللي ما جاش منه زي ما انتم شايفين، ده بسبب ان انا بقالي كتير ما بلعبش يعني، بس ده مش مستوى الحقيقي يعني، بس زي ما احنا شايفين برضو كده الماوس زي الفل يعني، بس انا هموت دلوقتي. انا والله قدامي بقاله تلت ساعه قدامي، مش عارف اوقعه، استاهل اخسر والله. معلش بس ممكن اكون بعلي صوتي لان انا مش سامع نفسي بسبب السماعات. وانا اكتر حاجه مضايقاني في ماسكه الماوس بصراحه انه صغير، يعني هي دي مشكلتي الوحيده مع الماوس، فيما عدا ذلك هو زي الفل، بس مش زي ده يعني. بص مثلا انا هحاول اعمل لوك على البني ادم ده،
المشكله مني مش الماوس يا عم. اوعى بقى يا عم، ارحمونا بقى يا عم. هو اجمالا يعني تجربته زي الماوس اللي اغلى منه فرق كبير، انا مش حاسس بحاجه غريبه غير الماسكه بس، انما كسنسور وككليكات حتى كل حاجه يعني الماوس مش حاسس بحاجه مختلفه بصراحه. كان بودي اجرب فالورانت بس مشكله ان فالورانت في مشكله فيها مش عايز تعمل ابديت، فخلينا نرجع الفيديو بتاعنا بقى. طبعا الماوس بينور ار جي بي من مساحه كبيره فيه زي ما انت شايف كده، وينفع تغير كل الالوان بتاعه الاضاءه من خلال السوفت وير بتاع لوجيتك، وينفع كمان تختار كل مكان في الاضاءه دي بينور بلون ايه. في عندك خصائص كتير ومودات كتير للاضاءه موجوده عندك ممكن تغيرها براحتك. على ذكر بقى السوفت وير بتاع لوجيتك، فخلينا نتكلم شويه باستفاضه عن السوفت وير ده، لان البرنامج ده جامد قوي بيتيح لك مميزات كتيره قوي في الاكسسوارات بتاعه لوجيتك، وبصراحه ممكن يكون البرنامج ده لوحده نقطه قوه تخليك تشتري الماوس ده عن غيره، رغم ان الماوس ده ممكن يكون اغلى شويه من حاجات منافسه ليه بنفس السعر او ارخص، بس انت ممكن تشتري الماوس ده فعلا علشان السوفت وير بتاعه. من خلال السوفت وير تقدر تغير الاضاءه زي ما قلنا بكل الالوان اللي انت تتخيلها، وتقدر كمان تشغل مودات مختلفه للاضاءه بتختارها من هنا زي ما انت شايف. كمان تقدر تثبت سرعات معينه للدي بي اي على الماوس ده، بتبدل ما بينها من خلال زرار انت بتختاره من الزراير اللي عندك في الماوس. الماوس بتحافظ عليه 5 سرعات، وبيكون في حاجه اسمها الدي بي اي شيفت، ودي سرعه بتنزل لها من خلال زرار معين انت بتحدده في الماوس عشان لو انت بتلعب لعبه شوتينج او كده تعرف تبطئ الماوس وتنشن كويس. اما بقى اهم حاجه في السوفت وير ده فهي الاختصارات والماكروز وتخصيص الزراير. من خلال السوفت وير ده تقدر تغير كل زرار في الماوس زي ما انت عايز، حرفيا كل زرار تقدر تديله ان هو ينفذ الامر اللي انت طالبه، سواء اوامر حاجات بتنفذ في الويندوز ذات نفسه او اوامر من خلال السوفت وير. وكمان تقدر تحدد ماكروز بتكون عباره عن ان انت بتدي مجموعه اوامر معينه لكل زرار ينفذها بمجرد الضغط عليه، زي مثلا انت ممكن تخلي الزرار يعمل كوبي. عندك برضه السوفت وير تقدر تخصص بروفايل مختلف لكل لعبه او برنامج، بحيث ان انت اول ما تفتحه كل الاعدادات الماوس تتغير على حسب ما انت معاملها. بالنسبه بقى الراي عن الماوس ده، فالماوس ده من احسن الماوسات اللي موجوده في سعرها، تحسه ماوس جوكر كده بيديلك كل المميزات بسعر رخيص وسعر كويس، وكل الامكانيات اللي انت ممكن تاخدها من ماوس اعلى منه من نفس الشركه فرق كبير موجوده فيه. ولكن للاسف الماوس ده كان سعره قبل ما الدولار ينط النطه الاخيره دي كان سعره 370 جنيه، وده كان سعر منافس جدا بالنسبه لاي ماوس تاني موجود في نفس السعر، ما كانش في اي ماوس تاني بيقدم نفس المميزات دي في السعر ده. ولكن بعد النطه اللي حصلت للدولار فالماوس ده وصل سعره ل 800 جنيه، هو ما زال سعره 25 دولار زي ما هو، ولكن سعر الجنيه نزل للنص. فلو انت في اي بلد بره مصر فالماوس ده جامد جدا بسعر 25 دولار، ولكن لو انت في مصر فممكن تلاقي حبه ماوسات من ريد دراجون ارخص شويه وبتنافسه. انا عارف ان الماوس ده احسن منهم، ولكن في حاجات بسعر ارخص منه. لو ليك بقى تجربه مع الماوس ده فعايزك تكتبها لي في الكومنتات تحت، وتقول لي هل فعلا الماوس ده كان مناسب ليك ولا لا، علشان لو في حد تاني بيتفرج على الفيديو يستفيد من الكومنتات. لو عجبك الفيديو او استفدت ما تنساش تعمل لايك او سبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او تعليق سيبه لي في الكومنتات وانا برد على كل الناس. ولو محتاج اي حاجه ممكن تتواصل معايا عن طريق انستجرام، هسيب لك برده اللينك تحت. كان معاكم يوسف، اشوفه الشوكه على خير، مع السلامه.